الموضوع التاني اللي هنتكلم فيه الأول، بس أنا عايز أسألك يعني اتفضل. قبل، يعني إيه بنيني؟ آه يا بيه أنا أعرف إن إحنا كنا زمان أيوه بنجمع الألبوم بتاع اللعيبة قبل كأس العالم ونقعد ندور على مارادونا، ندور على روماريو كأس عالم 94، بيبيتو، مع الحاجات اللي شبه كده. وكان في مسابقات في مصر كده، ندور على الجدون، فاكر؟ لا بيطلعش ده. عمر حد طلع؟ لا لا بس لا انا طبعا. ليه واحد صاحبي صاحب واحد صاحبي يعرف واحد صاحبي يعرف واحد صاحبي طلع له الجدون. ده صاحب الشركة. عارف انت الموضوع ده؟ أي. يعني ايه بنيني بقى؟ بيفهمني ايه البنيني وايه قصته في الارجنتين اللي قلب الدنيا دي؟ بنيني طبعا زي ما انت قلت، هي دي اللعبه، ان انت مع كل كاس عالم، هي لعبه دايما بتبقى موجوده في كاس العالم، يعني ان هو بيصدر لعبه بنيني، هي شركه ايطاليه مبدئيا، البوم صور للفرق المشاركه في كاس العالم وقوائم اللاعبين بتاعتهم كلها، والكاس التروفي بتاع كاس العالم بتجمعهم، ولما تجمعهم يبقى انت كده جمعتهم، كسبت ايه ولا حاجه، بس هي لهوات تجميع اللي هي الحاجات التذكاريه. طب احنا الكلام ده كنا في ابتدائي ايوه، واعدادي وهم يعني. برضو من زمان يعني، لا هو مش احنا سابقينهم، هو من زمان، مش حاجه جديده يعني. ايوه ما انا فاهم يعني، انا اقصد اقول كنا بنجري ورا الموضوع ده. بالظبط. ده الدنيا مقلوبه في الارجنتين عشان خاطر بانيه. وعلى فكره بانيه بتتباع هنا في مصر كمان، يعني بتتباع والله في كل بتتباع حته في طبعا. مصر. بتتباع في، هتلاقي في المكاتب الكبيره موجوده يعني. بس ومن بس الجيل ده مش مهتم، عندنا في مصر مش مهتمين بالموضوع ده، خلي بالك، ولا في حد مهتم وانا اللي مش عارف؟ لا لا، الاهتمام قل في العالم كله، قل. لدرجه ان هو اساسا في 2018 انا فاكر لاول مره فيفا عملت نسخه ديجيتال، اللي هو المديني. تجميع بقى على موقع فيفا، بقى تجميع الاستيكرات ديجيتال، وكل يوم بتطلع لك باك جديده فيها مجموعه من زي اللعبه البوسترات. بتاعت الفيفا، وبيطلعوا باكات كده كل فتره. ايوه، الالتيميت تيم بالظبط. وهنا بقى ان انت في تريدنج، ان انت لو معاك اتنين، طلع لي صلاح مرتين، حد تاني مع تريزيجيه، تبدل. فانا هبدلهم، نبدل مع بعض زي ما كان كده بيحصل ليا كنا دوي بنعمل كده. في الارض بالظبط. فايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الارجنتين طبعا مجانين كالعاده يعني، جمهورهم مجانين. بالمناسبه في كلام عن الارجنتين، بمناسبه الارجنتين يعني، بيتكلم على ان عاملين حمله جمهورهم، ان هم الاقامه في قطر غاليه، فان هم يجوا يقيموا في مصر عشان الاقامه هتبقى ارخص، ويسافروا على الماتشات بس. يا سلام، دي لو يشرفوا، حصلت ده هتبقى يعني ممكن تبقى اقسم دعايه بالله كويسه جدا يشرفوا لمصر طبعا. ويشرفوا وينوروا، ده الارجنتين وكل دول العالم وطبعا يعني. اي حد في السياحه تنور يعني، طب اكيد يعني. اي بس فالارجنتين السنه دي اخيرا ابتسمت لهم السماء السنه اللي فاتت، واخدوا كوبا امريكا بعد غياب من 93 عن البطولات. وكاس العالم ده هو اخر كاس عالم لليونيل ميسي للاسف غالبا. فالحدث بالنسبه لهم مش زي اي كاس عالم قبل كده، فالاقبال تاريخي فعلا على اللعبه المره دي، عشان كله عايز يأرخ للبطوله دي، ولو حصل وخدوا البطوله يبقى عندهم الالبوم بتاع بانيني انا كنت محتفظ بيه لاولاده ولاحفاده وهكذا. حسب شركه بانيني ان الاقبال زاد على اللعبه السنه دي 40% 40% في الارجنتين عن ما كان عليه، عشان ده الموسم، عشان دي السنه قد تكون الاخيره لميسي في كاس العالم. طبعا ده مش سبب رسمي، لا ده التفسيرات يعني، الناس بتقول ان هو بيلعبوا على بالظبط كده، القصه دي. فهو 40% زاد. ايه اللي حصل؟ ان اللي هو عدد الملصقات اللي بيحطوها في السوق بقت اقل كتير من المعروض. فالناس بدات تعمل مشكله. في صور هنا هتلاقي الطوابير بتدي الاسعار طبعا بتاعه، شايف الطابور ده اللي هو لا لا ده طابور عيش، فاهم؟ طابور علشان تخش ناس تشتري كبيرة. استيكرات. لا، كل الاعمار، كل الاعمار. اللي هو مستنيين ده احنا صاحيين الصبح عشان خاطر الساعه، اول ما عم حسن يفتح نجيب من عنده ال بالظبط. ده طابور، طابور يعني. ماشي، طابور كبير. صورة مين اللي ما بتطلعش؟ ميسي؟ صورة ميسي هي الأندر يعني. لا بقى، هو مش لاقيين صور ابدائيا، ده انا لسه هحكي لك على حتة ميسي دي، بس هو مش لاقيين صور اصلا. هو كل ما يروحوا للمحل مش لاقيين اللعبة نفسها على بعضها. هي لا، اللعبة خلاص، انت اللعبة بتشتري الالبوم، موجودة، مش لاقيين بقى الباكات الصور. بقى. الباكات. فالباكة بتبقى فيها ثلاث صور، فتخش يقول لك لا خلاص ما فيش والله. فخلاص عايزين احنا لو نقفل حصلت بقى حاجة زي دي الألبوم. في مصر مثلا عادي يعني، باكات احنا يعني فاهم، احنا ما تجيبش باكات يعني. انما هناك الحكومة تدخلت وعملت اجتماع، وزير التجارة عمل اجتماع مع بيتباع الموردين. بكام بقى هو بنيني ده هناك؟ بكام بيزو؟ بكام بيزو؟ المفروض الخمس ملصقات ب 150 بيزو. 150 بيزو ديت بتعادل دولار. بعد السوق السوداء 150، ال 150 بيزو بدولار. بدولار. ماشي.
الباك ب 150 طبعا الارجنتين حالتها الاقتصاديه سيئه جدا فعشان كده ما فيش يعني الدنيا عايده قوي واحنا عمالين والناس عماله تدور على استيكرزات معيب بقى يا جماعه ما نكبر بقى هي دي بقى ما هو ده احنا لو كان الموضوع هو عشان ده السبب تحديدا انا خليت اتكلم عن الموضوع ان هو ملصق ميسي تحديدا وصل ل 45,000 فيزو ياه بمعنى 320 دولار 320 دولار ده ايه الحد الادنى للاجور في الارجنتين يا نهار ابيض ومع ذلك الناس بتبحث عنه برضو نهم عليه. برضو نهم ما حول كرة القدم برضو احنا هنا لما مثلا بنقول ايه ده مش عارف جمهور مين ده مجانين كورة لا هو جمهور الارجنتين فعلا هو ده اللي يطلق عليه مجانين الكورة صحيح وزارة وزير التجارة عمل اجتماع مع الموردين لا بتحركش والله عمل اجتماع مع الموردين واتفقوا بقى ان خلاص بعد كده عارف انت ملكش غير تلات باكات في اليوم ما تحركش يا جدع تقدرش تشتري اكتر من كده ثلاث رغيفه بس أيوة ثلاث رغيفه مش لازم يتعرج ولا تتكلم بجد علشان تقدر تكفي اللي هو بقيه الناس الثانيه احتياجات الناس طب ما يطبعوا ويطرحوا ما هي شركه بانيني مش عارفه تورد مش عارفه تعمل اكتر من كده الاستيعاب اكبر من انتاجهم طب دي فرصه كويسه ما يعني اكيد هيتنزلوا في الوقت دلوقتي يمكن في مرحله اللي هو ايه شوق ولا اتدوق بعد كده هينزلوا خرق السوق بس يعني أي. بس هو ده اللي حصل في الارجنتين وزير التجاره وما عليكش غير ثلاث باكات وبتاع وخلاص بقى ان هو علشان نقدر نكفي الموضوع من كام يوم انتونيلا مرات نقدر نكفي احتياجات الشعب احتياجات الشعب بالارجنتين ده ماتيو ميسي ماسك الستيكر بتاع ليونيل ميسي طبعا واسطه طبعا ماتيو طبعا معروف ان هو عدو ميسي اللدود وكان دايما يقول لك ده بيشجع ريال مدريد ده بيغيظه فانتونيلا مرات ميسي كانت منزله الصوره دي طبعا الناس تنقلتها بان خلاص ميسي تصالح مع ماتيو لكن هو كان فرحان ان هو اخيرا لقى الستيكر بتاع ميسي اللي هو نادر بغض النظر عن ابوه ولا مش ابوه الستيكر النادر اللي هو مش لاقيينه في الارجنتين كلها اخيرا لقاه ف ده ب 320 دولار بالظبط كده يعني دلوقتي بيقول لك ان انت علشان تعمل 600 ملصق اللي هو تكمل بيهم خلي بالك المشكله ان السنه دي كمان دايما كان قائمه كاس العالم 23 السنه دي العدد زاد من بعد كورونا وبعد اعداد القوائم زادت السنه الجايه هيبقى اكتر من 40 فريق 46 فريق بدل 32 فكل مره بتبقى الملصقات اكتر فدلوقتي بيقول لك عشان تعمل 600 ملصق تكمل بيهم الالبوم ده هيكلفك 20,000 بيزو طب انا ايه مسكت التليفون ده ودورت في الاله حاسب بس عشان ده 320 اللي هو ده تمنه يبقى كام 6000 جنيه فانت جايب ستيكر ب 6000 جنيه الستيكر ده بالله بحيث ان انت ممكن تخش على جوجل تكتب ميسي يطلع صورته حطها في الالبوم وحفيدك مش هيبقى عارف شكل اللعبه اقول له ما هو ده كان الصوره وقتها وضحها خلص الموضوع طب يعني يا جماعه ما توجعوش دماغنا عندك كلافيري دوت اعلامي ارجنتيني اسمه اكسيكويل كلافيري مشجع لريفر بليت يعني في الارجنتين فبيتكلم بيقولك ان انا عندي ثلاث ولاد عامل ما محنا عندي ثلاث ولاد مش عارف برجع لهم كل يوم يقولوا يا بابا لقيت الاستيكرات اقول لهم لا والله ما فيش متباع وحاسس بقى انها ازمه فاهم كم بجد فهو الموضوع يعني مشكلة بيجبر المجتمع الارجنتيني انت مثلا لو انت بتتكلم على شعب من شعوب العالم مثلا اللي هي الدنيا معاها مرتاحه سويسرا مثلا تمام يعني مفيش مشكله لكن الارجنتين ده كلها عارفه بعضيها يعني يا جماعه مش كده بس فهي دي باختصار ازمه البنيني في الارجنتين والحمد لله ان احنا ما عندناش ازمات لا احنا عندنا بس التجار في مصر اديكوا سمعتوا الموضوع يا جماعه وردوا لهم اخواننا بنيني زي ما هم عايزين ده احنا ليله ده ناس عندها بنيني في دماغها انا شايف ان المصريين هنا يجمعوا بقى بما ان ما عندناش ازمه ويبيعوا اونلاين للارجنتينيين بالغالي ويبقى كسبنا نكسب كتير يا بيه ده ب 6000 نفتح المشروع ده يلا والله